السؤال الثاني تقول: سمعت من برنامجكم الكريم وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد، بل كل يوم مسكين غير الآخر. وفي رد آخر لإحدى السائلات التي كان عليها قضاء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساء وحاملا، قال أحد العلماء لها بأنها إن لم يكن لها عذر فإنها تقضي وتطعم، ولو جمعتها كلها وأعطتها إلى مسكين واحد فإن ذلك يكفي. ونقول إن عليها قضاء منذ سنوات، حيث لم تكن تقضي أيام الحيض فجمعت مقدار الإطعام، أو وتقول هي السائلة إن عليها قضاء أيام منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض فجمعت مقدار الإطعام وأعطته لمسكين واحد، فتقول: والله يعلم إن نيتي لم تكن البحث عن الحكم الأسهل، ولكن لتعذر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد، فهل علي شيء في ذلك؟ لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته. الله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وما دام الأمر أنها قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد، فأرجو أن يكون ذلك مجزيا إن شاء الله. نعم.